إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لكل السادة المتابعين الأوفياء، نحييكم ونرحب بكم من خلال بث مباشر جديد أكيد من الحاضرة الإدريسية من مدينة 12 القرن، من أعرق ساحة اللي كاينة هنا بالمدينة، أكيد بساحة باب بوجودة التاريخية اللي كان تم يعني إعادة الانطلاق فيها، تم التهيئة ديالها والإصلاح ديالها والتثمين ديالها من خلال مشروع اللي كلف مليار و100 مليون سنتيم أكيد، اللي الآن تم إعطاء رسميا انطلاقة فيها وفتحها في وجه الزوار أكيد. كاين فضاءات جميلة جدا صراحة تجولت فيها قبل قليل، فمشروع جميل ومشروع ساهم في إعطاء واحد الصورة مشعة على العاصمة العلمية للمملكة. كاين نافورات راقصة تم إنجازها كما كتشاهدوا معنا مزودة بالإضاءة، كاين كراسي اللي تم تهيئة ديال هذه الساحة بكراسي، كذلك كاين مظلات اللي تم وضعها في ذاك الجهه راني غنمشي نقرب لكم منها، وكاين خطاط ديال الزليج البلدي الفاسي اكيد. غنحاول نتجول معكم بساحه باب بوجود بحله جديده اكيد في ظهور جديد لها بعد ما تم اغلاقها من اجل اصلاح واعاده التثمين ديالها. فكنعاود نذكر بان المشروع يعني اللي كانت مشرفه عليه هي الوكاله الجهويه لتنفيذ المشاريع بجهه فاس مكناس اكيد، على مساحه 28000 متر مربع بتكلفه ماليه تبلغ 11 مليون درهم اكيد. من خلال هذا المشروع تم انجاز وتركيب نوافر تقليديه وراقصه، تهيئه ممر مزدوج بمدرجات، وضع وتركيب مظلات للحمايه من الشمس، وضع وتركيب مظلات تقليديه، تجهيز ساحه باضاءه. اذا هذا هو المشروع اكيد اللي تم بناؤه. كنعاود نذكروا بان التاريخ ديال ساحه باب بوجلود فهو يعني تم بناؤه في عهد المرابطين، كتعود يعني لاستعاده الرونق ديالها والجماليه ديالها بهذا الافتتاح الجميل جدا مع النافورات والكراسي والمظلات اللي تم يعني تجهيزها به المتابعين الكرام. غنحاول نجول معكم وتشوفوا الاصلاحات اللي شملت هذه الساحه التاريخيه اكيد، واللي غتساهم بشكل كبير في اعطاء واحد الصوره حضاريه على المدينه العتيقه وعلى العاصمه العلميه للمملكه. اذا ها هو المدخل ديال من جهه الشارع كما كتشاهدوا، هو تم اصلاحه بال يعني بالزليج البلدي كما كتشاهدوا، حتى الحمام داروا الحمام هنا. فغتخليوا لي نتوما التعليقات ديالكم اكيد، شنو هو الراي ديالكم بخصوص اعاده افتتاح ساحه باب بوجودة التاريخيه بهذه الطريقه. اذا حنا كنتواجدوا في النافوره الراقصه وغادي ننتقلوا بكم للبلاصه اللي فيها المظلات وفيها خطاط كذلك مزينين بالزليج البلدي. نتمنى لانكم تخليوا لي الاراء ديالكم متابعينا الكرام، وغنواصل معكم البث المباشر اكيد من هنا. غادي نمشيو للفضاء اكيد اللي فيه مظلات وفيه خصات، نشوفوا وتقربوا منه. فجلسات زويونين صراحه. فكنعاود نذكر بان المشروع دار بمليار و100 مليون سنتيم. غنحاولوا ناخذوا حتى الحمام، داروا الحمام هنا كما كتشاهدوا. فهذا ماشي المشروع ديال الباركينغ وديال الجرده ديالو، لا هذه الساحه ديال باب بوجود، غير باش نوضح لان الناس غيكون سحاب لهم هذا المشروع ديال الباركينغ، لا هذه الساحه المجاوره اللي كانت هي شملتها الاصلاحات. اذا شوفوا هذه المظلات وهذه النافوره كذلك اللي تم وضعها هنا، وغادي نمشيو معكم من هذه الجهه دابا حتى التالي ديال الساحه. صراحه المشروع رائع وغيساهم في اعطاء واحد الجماليه، واحد الصوره مشرقه على العاصمه العلميه للمملكه. فكيجيو الناس كيجلسوا، نحاول نوريكم من هذا الشيء. اذا كاينين كراسي متابعينا ومشاهدينا الكرام، كاين مظلات هنا اللي تم يعني وضعهم، فالناس كيجلسوا كيلقاو مظلات ديالهم. تبارك الله عليكم اسيدي، الله يحفظك. كما كتشاهدوا معنا يعني فضاء مميز اللي تم افتتاحه اليوم اكيد. اليوم كنتصادف مع دايز من هنا وكنشوف ناس دايزين يعني في الساحه، البارح كنت هنا وكان مغلق، دابا اليوم تم افتتاح ديالو. مازال كاين فضاءات جميله، غنحاول نقربكم منها.
يعني الاطفال يعني الصغار حتى هما فرحانين بهذا الافتتاح اكيد الجديد ديال هذه الساحه ديال الباب بوجوده تاريخيه. كان هذا الفضاء مميز، كل جلسه كتلقى نافوره ديالها في شكل مغايره، يعني ما كتلقاش نفس النافورات، مشاكل ربما كتحاول لانك تغير. هذه نافوره اخرى، غنحاول نوريكم الجلسه الاخيره اللي كاينه هنا. جلسه جايه دائريه ومظلات كذلك، فهذا الفضاء هذا كامل داروه بالمظلات، فممكن في النهار تجلس. غنحاولوا نديروا روبورتاج بعد لحظات، نشوفوا الانطباعات ديال الزوار هنا ديال ساحه باب بوجوده التاريخيه. اذا شاهدوا حتى الوليدات الصغار كتحس بهم فرحانين، كدير شي حاجه في فاس كيفرحوا. والله العظيم زعما جلسه هنا، هذه الجلسه واحد الجلسه معتبره هنا. شاهدوا معنا هذه الجلسه، يعني الا لاحظتوا ثلاثه ديال الجلسات، كل خاصه بشكل مغاير. كل جلسه بشكل مغاير. غنحاول لانني نوصل لكم اكيد الصوره. كاين مازال كذلك بالنسبه للجرده ديال الباركينغ، راه كاينه في داك الشيء مليح. هذا الجامع ديال بوجلود، هذه الجلسه اللي صورت عاد دابا، وغنمشي معكم للفضاء المخصص للحمام. من بعد غادي نقطع اللايف وغناخذ الروبورتاج ديالو، ناخذ تصريحات ديال الناس اللي جاوا لهنا لباب بوجلود، كيفاش جاكم هذا المشروع اللي تم من خلاله اعاده تاهيل وتهيئه ساحه باب بوجلود التاريخيه اللي تبنات في عهد المرابطين اكيد. فشنو هي الانطباعات ديالكم؟ شفتوا يعني خصات او نافورات راقصه، شفتوا مظلات اللي تم وضعهم هنا، اضاءه الارضيه عاودوها ازيرو، داروا الحمام هنا. فشنو الانطباعات ديالكم بخصوص اعاده الافتتاح ديال هذا المشروع ديال تثمين واعاده اصلاح ساحه باب بوجوده التاريخيه؟ واش الاصلاحات كانت في المستوى المطلوب؟ ثم غتخليو التعليقات ديالكم. فحتى الحمام راهم داروه، وصراحه كاين انطباع جيد للزوار هنا، حسيت من الناس عجبهم هذه الاصلاحات، الناس فرحانين بهذه الاصلاحات اللي دارت في ساحه باب بوجوده. اذا المشهد جميل جدا للحمام الطائر هنا. متابعينا الكرام، غادي نكتفي بهذا القدر الى امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر اكيد. نتمنى انكم تخليوني التصريحات ديالكم وانطباعات ديالكم حول هذا الافتتاح اكيد ديال ساحه باب بوجلود التاريخيه. كتشوفوا مشهد جميل جدا، فكانك في الكره الارضيه في الدار البيضاء، او كانك في جامع الفناء. نعم، نحن في مدينة فاس في ساحة باب بوجلود، بعد ما تم إعطاء انطلاقة فيها اليوم رسميا وفتحها للزوار بعد الإصلاحات اللي شملتها. ثم غتعطيونا انطباعات ديالكم متابعينا الكرام. شكرا على حسن التتبع ديالكم المشاهدة، إلى أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.